بسم الله. نمبر 12: Ich kaufe ein. أنا أشتري. فوردها im Satz 2 كلمات في الجملة الثانية. هنا نلاحظ أن في الدرس الماضي كان هناك الأفعال مرة واحدة، أما هنا متقطعة، يعني هناك طرف وطرف آخر في النهاية. فهنا نرى التفصيل. الآن هو يحاول أن يشرحها بطريقة ثانية بحيث الواحد يفهمها أكثر. فلدينا أولا المودال فيرب، ولا المودال فيرب زي ال will, müssen, dürfen, kann, soll وهكذا. فهنا نرى أن هناك فعلين: ich will heute einkaufen. فنلاحظ أن ال will في المكان الثاني، أما الجزء الأخير فهو ال einkaufen، الفعل الأصلي يعني، وهو في ال infinitive، في المصدر وفي النهاية. Ich will heute einkaufen. أنا أريد أن أشتري أو أتسوق. نفس الطريقة التخنباغي فيرب، الأفعال المنفصلة بنفس الطريقة. ف Ich kaufe Obst und Gemüse ein. فالفعل الأصلي einkaufen مثل هنا فوق، وأخذنا الجزء الثاني وضعناه في البوزيسيون 2 في المكان الثاني، والجزء الأول الأين وضعناه في الأخير، فأصبح ich kaufe Obst und Gemüse ein. أنا أتسوق الفواكه والخضروات. الآن لدينا sein plus adjektiv، يعني الفعل sein يكون مع صفة مثل das Wetter ist heute Nachmittag wunderbar. الطقس يكون heute Nachmittag في العصر اليوم wunderbar رائع. فالفعل هنا ist، وبعدين الصفة المتصلة بالفعل يعني wunderbar. لدينا أيضا verb plus verb، مثلا wir gehen heute Nachmittag schwimmen. نحن اليوم نذهب، يعني نحن نذهب اليوم عصرا للسباحة schwimmen. نفس الشيء مع spazieren مثلا. Wir gehen heute Nachmittag spazieren. نذهب اليوم نتجول. يعني يشبه العربي تقريبا. بعد ذلك نومن verb combination، يعني اندماج أو تركيب مع الاسم والفعل. ف heute Abend spiele ich mit meiner Freundin Tennis. فالتنس وضعناه في الآخر. اليوم مساء ألعب مع صديقتي تنس. كذلك الperfect الماضي، يعني ich habe schon Getränke eingekauft. أنا اشتريت already المشروبات. ف لدينا الفعل المساعد ال haben und eingekauft هو الفعل الأصلي. ف ich habe في المكان الثاني، بعد ذلك في الأخير eingekauft. هو يقول das conjugierte verb، الفعل المنصرف steht auf position 2 هنا، يعني يكون في المكان الثاني. der andere teil am Ende، الجزء الآخر في النهاية. بعد ذلك ال sein adjektiv، يعني كل التي فيها نجوم، sein plus adjektiv، verb plus verb und die nomen verb kombination funktionieren، يشتغلون fast wie trennbare verben، يعني يشتغلون زي trennbare verben، الذي يقول ich kaufe Obst und Gemüse ein. wunderbar sein، müde sein، يعني هذه التركيبات التي نفعلها ممكن. wunderbar sein، müde sein، مثلا ich bin müde oder er ist müde. schwimmen gehen، einkaufen gehen، الذهاب للتسوق أو الذهاب للتجول مثلا. تنس spielen، Deutsch lernen، Wein trinken. فهذه هي القاعدة إن شاء الله، ونجهز التدريبات، نحلها ونحلها إن شاء الله الأسبوع القادم. أي أحد لديه سؤال؟ حتما الفارم. هل يمكن أن
يعني درست لنا الأسئلة حتى يعني نحلها قبل الحصة القادمة إن شاء الله أو الدرس القادم. طيب هي البي دي اف اصلا موجوده في المجموعه وايضا موجوده في اليوتيوب اظن في اول الدروس، انا وضعت الرابط سأضعه إن شاء الله من جديد. طيب نحن بعدما أخذنا أو شرحنا طريقة تكوين الجملة ندخل الآن في التمرينات، ولدينا الآن المودال فيربن. كنا المودال فيربن مثل müssen, sollen, darf وهكذا. Schreiben Sie Sätze. أنظر للشاشة. أوكي. لدينا الآن زي eine Deutschlandreise wollen machen. أو هاندا. هو احنا هنا هنرتب الجملة، نعم نرتب فقط الكلمات. زي فولن اين دويتش لاند غايزه ماخن. هو صوت الطائرة عالية؟ صوت ايه؟ الطائرة عندي. لا لا عادي. أوكي، لأن المشكلة عندي كل 10 دقائق في طائرة. ماشي. فرو رقية، لدينا تيكتس كاوفن und هوتيلز بوخن زي müssen. Sie müssen Tickets kaufen und Hotels buchen. تمام. فالأولى كانت تقول زي wollen تريدون أن تفعلوا رحلة ألمانيا مثلا، أين دويتشلاند رايز يعني في ألمانيا. الثانية زي ميرسن لازم أن تشتروا التذاكر وأن تحجزوا الفندق. نمرة 3 أو هاندا. Wann sollen Sie fahren? تمام. wann sollen Sie fahren، متى يجب أن تذهبوا أو تغادروا يعني. نمرة 4 أو رقية. Sie wollen im Sommer fahren. تمام. زي فولن يعني هم يريدون أو حضرتك تريد أن تذهب في الصيف. نمرة 5. Sie bleiben, nein, Sie können nur 2 Wochen in Deutschland bleiben. إن تمام. شاء الله. لا يمكنكم فقط البقاء أسبوعين في ألمانيا. نمرة 6. Dann müssen Sie schon wieder nach Hause fahren. فدان بعد ذلك müssen يجب زي أنتم أو müssen زي أو هم، لأن لو كان زي كبيرة كانت حضرتك. schon wieder nach Hause fahren يعني من جديد أن تذهبوا إلى ألمانيا أو إلى بيتكم يعني إلى بيتكم. الآن ندخل في التمرين الثاني. خن بار بام، الأفعال المنفصلة schreiben Sie Sätze. فلدينا هنا أولا الفعل وهو مقسم في النقطة دي، فنختار أولا الجزء الثاني. wir nach Hamburg أو هندا. Wir ziehen nach Hamburg um. تمام. نحن ننتقل إلى هامبورغ، فاخترنا أولا السين والأم في الأخير. فرو رقية نمرة 2. Jetzt räumen wir die Wohnung auf. تمام. الآن jetzt نرتب die Wohnung الشقة auf. الآن فرو شيماء، لدينا كلمة weg werfen نرمي هو wir نحن und viele Sachen أشياء كثيرة. فارن فيلي زاخن ذيك. تمام. wir werfen viele Sachen weg نرمي أشياء كثيرة. أو هندا أين. ماشي نوما فيها صح؟ نوما فيها. Wir bringen
Das Geschirr und die Gläser ein. Tamam. Wer packt das Geschirr und die Gläser ein? Man يغلف أو يعني يلجأ يعني فwer من الذي نعم Ein Backen يرتب ولا لا لا ليس أي يلف يعني ليس بيلف يرتب حاجة مثلا؟ اليلف مغلا ممكن يعني ممكن نقول تمام لكن أينباكن يعني وضعه في شيء يعني مثلا ich packe die Sachen in die Tasche ein يعني أنا أضعها في الشنطة فعندما نضعها في الصندوق أو في شنطة أو في أي يعني شيء اسمه أينباكن Ein Pack. تمام فwer من الذي يعني يغلفه أو يضعه الجشا الأطباق يعني والجليزة والكؤوس أو نعم كؤوس فرو رقية نمرة 5 Nächste Woche am Montag sehen wir aus. تمام فلدينا الأم تسيهن الذي ينتقل من مكان إلى مكان زي الأم شتايجن يعني ينتقل من شو يعني؟ مترو مثلا إلى باص يعني يحول أما الأوس تسيهن يعني يخرج مثل الأوس شايجن إغلاق فالأوس معناه يعني لديه معنى الإغلاق أو المغادرة فأوس تسيهن يعني يغادر نيكست ووخة مونتاك الأسبوع القادم يوم الاثنين طب هي أو لو سمحت شيء لو انا عايزه اقول نعم لو انا عايزه اقول انا مثلا نقلت لالمانيا فاقول مثلا ايش اتسيا نخ دويتشلاند ام ودا اين ودا اوس هي لو أم فمعناه أنا خرجت من مصر ودخلت ألمانيا ich ziehe nach Deutschland ein يعني أنا أدخل ألمانيا يعني فالأم أم سيهن فيها معنيين فهمتم؟ هي أم السين دي يعني يعذر تمام أم السين تمام يعذر يعذر الشقة أو من مكان لمكان تمام فالأم سيهن فيها يعني فيها زيادة معنى أما العين سيهن فيها معنى واحدة وهي أنني أدخل لكن لا أعرف شيء عن الخلفية يعني عن أين كان مثلا يعني في ألمانيا لما يجوا يقولوا اللي هم نقلوا الحاجة أو نقلوا بيقولوا مثلا إيه بيستخدموا فيرب إيه لو مثلا عايزين يعني واحد برلين راح هامبورغ مثلا وبيقول لي أنا تمام اتنقلت راح هامبورغ بيقول إيه تمام ايش بن ايش ب هي يعني الاثنين ممكن لكن عندما اقول مثلا ايش بن نخ هامبورغ eingezogen فانا اخبره فقط الى اين وصلت او الى اين انتقلت لكن عندما اقول ايش بن von Berlin nach Hamburg umgezogen فانا اعرف انه اتى من برلين ودخل الان هامبورغ تمام فهمتم؟ تمام قوم الدين اوكي قوم الدين اوكي نمرة 6 فرو شيماء اين سيهن؟ اين لدينا سيهن ان دي نويا فونو الى الشقة الجديدة دينستاك ام دينساك يوم الثلاثاء und wir اوكي في فيا سيهن in die neue Phone am Dienstag ein. تمام فنحن ندخل أو ننتقل إلى الشقة الجديدة يوم الثلاثاء الآن ننتقل للتدريب الثالث زين فعل بي بالإنجليزي يعني يكون adjective بعد ذلك الصفة مع ال verb verb schreiben Sie Sätze فلدينا رقم واحد das Wetter heute wunderbar ist Frau Handa Das Wetter ist heute wunderbar. فالطقس اليوم رائع وبالمعنى الحرفي
الطقس يكون اليوم رائع. Nummer zwei, der Himmel, auch blau, war gestern. Gestern war die Himmel auch blau. تمام. الأمس كان السماء أيضا زرقاء. Nummer drei, Frau Schema, hoffentlich, يعني hoffentlich مثل نتمنى. Schön, جميل. Morgen auch genauso. غدا أيضا كذلك. Genauso, كذلك. Es, مثل it بالإنجليزي, نستخدمه كفاعل حينما لا يوجد فاعل. Ist, هو يكون. Ist, es ist, schon morgen auch genauso, ist es genauso, طيب أين؟ تمام، لكن أين نضع هوفنتليش؟ هوفنتليش نأمل. أوكي، هوفنتليش إست تشون ممكن أو جيناسو جيناسو. ترتيب واحد فقط. هوفنتليش يعني نأمل أو نتمنى. إست إس morgen auch genauso schön. عشان في الآخر خالص. طيب. تمام. فنتمنى أن يكون غدا كذلك يوم جميل، يعني يوم بين قوسين. أنا يعني أنا فهمتها إن هي أتمنى إن تكون يعني الجو جميل غدا يوم كذا، فعشان كذا أنا قلت شن قبل قبل ممكن أو جيناوسو. تمام، انتهت. لا، هي هنا الصفة لازم تكون في الأخير. أوكي، نمرة فيو فرو هاندا. هو هنا أين كوفن وجين، هنا ما فيش مضار، هنا كده في فعلين. طيب، هو أنا كده أم ذا مستاج مورجن جين دي إن دي أشتات أين كوفن؟ أم ذا مستاج مورجن في صباح اليوم السبت جيهن زي تذهبون إن در شتات أين كوفن؟ تمام، يعني إلى المدينة للتسوق. نمرة 5 ناخذ تاكس gehen Sie im Park spazieren? تمام. لماذا قلنا nachmittags وليس nachmittag؟ nachmittags اللي هي تكرار، يعني كل nachmittag. تمام، ممتاز. كل يوم العصر أو كل عصر نذهب أو gehen Sie، تذهب أنت أو هم im Park spazieren. في الحق يعني للتجول في الحديقة. Nummer 6 Frau Schema, wir haben die Kinder, الأطفال, schwimmen, سباحة, mit ihren Freunden, مع أصدقائهم, gehen. Die Kinder gehen schwimmen mit ihren Freunden. الشمن نضعه في مكان آخر، ليس القبل الأخير. ليس قبل الأخير. طيب، دي كندر جفيمين جيهن. جفيمين جيهن. نحن هنا مثلا قلنا nachmittags gehen Sie im Park spazieren. فالفعل وضعناه في الآخر. فهنا الفعل الأصلي أين نضعه؟ جيهن دي كندر جفيمين mit ihren Freunden gehen. بالعكس. العكس. اوكي. طيب، die Kinder gehen mit ihren Freunden schwimmen. تمام، بالضبط. فالأطفال يذهبون مع أصدقائهم للسباحة. فالجيهن
نضعه في الأول، وبعدين الفعل الأصلي أبوشرمن نضعه في الآخر. أوكي، نمرة 4، نومن فيرب كومبيناتيون، تركيب الاسم مع الفعل. Schreiben Sie Sätze. لدينا أميلا و كريس schon gut Deutsch sprechen. Frau Handler. Pamela und Chris sprechen Deutsch schon gut. Oder schon gut Deutsch. Pamela und Chris sprechen schon gut Deutsch. Schon gut. أظن الاثنين ممكن. Deutsch schon gut. أظن الاثنين ممكن. فباميل وكريس يتكلمون الألمانية يعني already جيد. نمرة 2 أو رقية. كيرس und Gitarre spielt am Abend gern. Gitarre يعني جيتار، هو الآلة يعني الموسيقية. وكريس أنا بحسب اسم شخص. كيرف شبيلت كتارة أم أبد بجان. تمام، كريس شبيلت أم أبد أو كريس شبيلت كتارة أم أبد جانا. هي كريس شبيلت أم أبد جانا كتارة، يعني كتارة بتيجي في الآخر؟ المفروض نعم. كريس spielt am Abend gerne Gitarre. تمام، نحن قلنا أن نحن هنا أيضا قلنا أن أن كل هذه التركيبات نجعلها مثل الفعل المجزأ، فنأخذ الجزء الثاني ونضع الجزء الأول في الآخر. فهنا نفس الشيء، كنا نأخذ الفعل في المكان الثاني وبعدين الصفة مثلا في الآخر، أو في الجيهن والشومن أخذنا الجيهن كمكان ثاني والشومن في الآخر، وهنا الفعل في المكان الثاني والاسم في المكان الآخر. كريس spielt am Abend gerne Gitarre، ويعزف في المساء بحب وبرغبة الجيتار. نمرة 3، Frau Schema، لدينا oft Stunden lang، يعني كثيرا أو غالبا لساعات. Stunden lang، موسيقى موسيقى لساعات طويلة يعني. وهو يسمع. إيه. تمام. طيب هتبقى air hot music oft Stunden lang. نحن قلنا أن الهيرت مرتبط بالموسيقى، فالهيرت في المكان الثاني، الموسيقى في الآخر. طيب هتبقى air hot oft stundenlang oft oft stundenlang music. فهو يسمع غالبا لساعات موسيقى. نمرة 4، Chris möchte im Sommer Urlaub machen. تمام، فكريس يريد أن يفعل إجازة في الصيف. نمرة 5، باميلا لأنن لا باميلا möchte Spanisch im Urlaub lernen. تمام، فباميلا تريد أن تتعلم الإسبانية في الإجازة. Jetzt Nummer 5, perfekt. الماضي، schreiben Sie Sätze. لدينا am letzten Wochenende. في am letzten Wochenende آخر يعني في آخر الأسبوع، nach Berlin، إلى برلين. أنا ist gefahren، سافرت أو ذهبت. فالآن أظن دور أستاذة شيماء. نعم.
أنا أنا الفعل أنا كفاية لسه الاسم. ناقصت أنا است أنا است ناخ برلين 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 أم تمام. لتستن بوكنانتي جفاري تمام ممتاز. فأنا سافرت إلى برلين إلى آخر الأسبوع. الآن فراو هاندا نمرة 2. Sie hat ihre Freunde besucht. تمام، هي زارت أصدقاؤها. نمرة 3. Am Samstag Abend sind sie ins Theater gegangen. تمام. فمساء السبت ذهبوا إلى المسرحية. ممكن نقول Sie sind am Samstagabend ins Theater gegangen. هذا أيضا ممكن. الآن أستاذة شيماء، لدينا am Sonntag يوم الأحد in einem Restaurant am Wannsee، في مطعم في الفانزي. الفانزي مكان أو منطقة في برلين، بحيرة خيره مشهورة، فلو أحد ذهب إلى برلين لازم يشوفها. زي هم gegessen أكلوا haben. معلش تاني ام تمام. أم سنتاك زونتك. ديس ديس ده يوم في اليوم تمام، الأحد. سنتاك إن أنا مغستوران في مطعم أم فانزي. فانزي مكان بحيرة. زي هم gegessen أكلوا. اها فكيف نكون الجملة؟ ام زي زي هابن زي هابن ام سونتاغ ان اينم ريستوران ام فانيسه جيجسن. لازم نتذكر أن المكان أولاً. المكان ثم الزمان. طيب ان اي سوري سي زي هابن ان اينم ريستوران ام فانيتسه ام سونتاغ جيجسن. تمام، فهم أكلوا في مطعم عند البنزي يوم الأحد. نمرة 5. Erst sehr spät nach Hause sie gekommen ist. معلش يا نوما فيها ترتيبها Sie haben am Sonntag in einem Restaurant am لا بالعكس. Wannsee gegessen. لا، sie haben in einem Restaurant am Wannsee، لأن المكان أول، Ort und Zeit، am Sonntag مش الزمن gegessen. الزمن الأول لا، نحن نقول أوت أون سايت. معلش، سايت أون أوت. يا فن طيب، أنا أخطأت. تمام طيب، Sie haben am Sonntag in einem Restaurant am Wannsee gegessen. فمعلش، الامتحانات. اوكي زي اس ارست زي شبيت نخ هاوزا جي كومن. Sie ist erst sehr spät nach Hause gekommen. Tamam. فهي erst يعني لسه وصلت متأخرا البيت. طيب، ماشي. لكن هنا نحن ماذا قلنا؟ أنا است
nach Berlin am letzten Wochenende gefahren, so. المفروض أيضا نقول أنا ist am letzten Wochen oder هي لو سمحت، هو ال of am هي groß، فاش جلاوبة يعني ان هي دي ساتس هتبدأ بيهم، يعني هتبدأ ب am تمام. letzten Wochen و am Sonntag عشان هم عاملينها groß. تمام، هي am letzten Wochenende ist أنا nach Berlin gefahren. لكن ممكن أيضا نحولها فنقول إنه أنا ist am letzten Wochenende nach Berlin gefahren. تمام. يعني الاحتمالات، يعني نحاول نبحث أيضا عن الاحتمالات الممكنة. فأظن نحن أخطأنا في هذه أيضا، فأولا بالزمن وبعد ذلك بالمكان. أوكي. صح. الآن نمرة 6. Was passt zusammen? Kombinieren Sie und schreiben Sie Sätze. الآن أستاذ روكي أظن. Er hat heute. Er hat heute gearbeitet. تمام. Frau Schema, er muss heute. Muss. نحن لازم نبحث عن المصدر، لأن المس يأخذ معه مسلم. الفعل المصدر. مسلم. لا لا لا، هو مس كما هو، يعني الأفعال تبقى زي ما هي، نحن لا نغير أي شيء. هايتي. طيب يعني هي هتبقى مس. يعني هويته، تمام، فلازم نختار من هنا. فجearbeitet أخذناه، والمس بميزاته أنه يأخذ فعل مصدر. فلا يمكن مثلا دويتش، لأن دويتش اسم أو فعل، لأنه جزء من فعل. فماذا نختار؟ نختار aufräumen مثلا، ein، essen، دويتش، fern، gekommen. ما يعني معلش أنا ما كنتش مركزة الدوشة اللي كانت عندي. تمام. طيب هتبقى موس هايتي، موس هايتي موس هايتي طيب، أي من هذه الأفعال مصدر؟ اسم تمام، اسم مصدر. في مصدر آخر؟ او في غامن. تمام، فنختار مثلا، نختار الآن الأفعال مثلا. فأمس هايتا أوفغامن، واليوم لازم يرتب. الأولى كانت er hat heute gearbeitet، هو كان اليوم يعمل. الآن فو آية، نحن لدينا er lernt heute، فماذا نختار منه؟ نحن اخترنا الأوفغامن والgearbeitet. Er lernt heute Deutsch. تمام، er lernt heute Deutsch، هو اليوم يدرس الألمانية. الآن فو هاندا، Er kauft heute. Er kauft heute ein. تمام، هو اليوم يذهب للتسوق. Er geht heute. Er geht heute essen. تمام، هو اليوم يذهب للأكل. Frau Schema, er isst heute. Er ist heute. Heute. Er ist heute نحن لدينا ال fern والgekommen. fern gekommen. gekommen. فأر ist heute gekommen. هو اليوم وصل أو أتى. هو اليوم أتى. الأخيرة في خوايا، er sieht heute. sieht heute fern. تمام، فهو اليوم يشاهد التلفاز. هي لو سمحت، هو في جملة إيه جيت هويت اسم، هي اسم هنا تبقى verb أو ده nomen؟ فعل مثل الأفعال هنا. أين هو؟
geht, also er geht spazieren مثلا. فgehen فعل والspazieren أيضا فعل. أو كانت هناك عدة أمثلة يعني. geht schwimmen مثلا. فschwimmen أيضا فعل. أوكي. نحاول نحل إن شاء الله التدريبين في 6 دقائق. فلدينا 7. schreiben und variieren Sie Sätze. طبعا الفاريرن لن نفعله يعني تركيبه وترتيبه عدة مرات، فجملة واحدة تكفي. فلدينا الآن gestern الأمس. ich أنا habe geschenkt أهديت eine CD meinem Bruder CD لأخي. Frau Schema أظن. معلش هي فرو هند آخر واحدة ثلاثة زائية. ich habe gestern ein CD meinem Bruder geschenkt. تمام. فأنا أهديت الأمس CD لأخي. الآن فرو رقية نمرة 2. Gestern Abend hat eine Band auf dem Marktplatz gespielt. تمام. فالأمس مساء لعبت أو عزفت باند مجموعة من الموسيقيين auf dem Marktplatz في ساحة السوق. وهذا مشهور في ألمانيا يعني حتى في المترو يعزفون وهكذا يكسبون الفلوس. بعد ذلك نمرة 3. فرو شيماء im Park في الحديقة wollen يريدون Schüler طلاب أو تلاميذ ein Konzert geben يفعلوا أو يعطوا أو يعرضوا حفلة موسيقية heute اليوم. فكيف سيكون الترتيب؟ Schüler wollen ein Konzert geben heute im Park. والجيم فعل فلازم يكون في الآخر. وبعدين حفظنا كون الزمن والمكان. الزمن والمكان. نعم نعم نعم. Schüler wollen im Park الزمن. heute ein Konzert geben. تمام. بس الزمن أولى أنا لخبطتكم فمعلش. Schüler wollen heute im Park ein Konzert geben. فالتلاميذ يريدون اليوم أن يعطوا في الحديقة حفلة موسيقية. فقو آية ما فيها. Im Park. Ich bringe heute einen Kuchen. Nein, Entschuldigung. Ich bringe heute zum Geburtstag einen Kuchen mit. تمام. Ich أنا أحضر اليوم من أجل يوم الميلاد كعك معي. الآن نمرة 8. Schreiben Sie Sätze und lesen Sie die Sätze laut. يعني أكتب جملة وقلها بصوت عالي. هذا ما يفعله أصلا. نمرة 1 أو هندرة. يعني أرتبها؟ ترتيب. فلدينا الفعل الأبولا وبعدين الكلمات إير زين كينا فنشورة. إير إير هولن زين كيندا فون دير شولا أب. كما هو موجود أهوت زين كيندا فون دير شولا أب هو يحضر أولاده من المدرسة. نمرة 2 فرو رقية. هويت أبند فيل أو فولن زي تو باتي تو باتي ميت إيغا فريندن جين ولا mit ihrer Freundin الأول؟ Heute Abend
Wir wollen Sie mit Ihrer Freundin zur Party gehen. فاليوم مساء تريدون أن تذهبوا؟ أو تمام، أن تذهبوا مع صديقتكم إلى الحفلة. الآن فرو شيماء تقريبا كان في مثليا نقطة، لم كان في أسمع. بونكت تقريبا بين، كان في بونكت هنا بين تو بارتي وجين. لا، ما فيش بونك، ما فيش نقطة. تمام، الآن فرو شيماء مدبرينغن يحضر معه زي للبلورال الجمع einen Kartoffelsalat، سلطة بطاطس، zur Party، إلى الحفلة. Sie bringen einen Kartoffelsalat zur Party mit. تمام، فتحضرون أنتم سلطة سلطة البطاطس البطاطس إلى للبرد. الحفلة معكم. أو آية Sie haben den Kartoffel, Entschuldigung, Sie haben heute Mittag den Kartoffelsalat gemacht. تمام، Sie haben heute Mittag، فعلتم اليوم ظهرا الكاتوفيزالات، سلطة البطاطس، فعلتموه. تمام، فهكذا انتهينا. أي أحد لديه سؤال؟ نعم، دونك. أوكي.